اللهم إنا نستعين بك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله أكبر.
اللهم إنا نستعين بك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة وسائر الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اجعل القبر بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح به ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم اجعلنا ممن أخذ كتابه بيمينه يا ذا الجلال والإكرام، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر، اللهم اجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونجنا من كرب يوم القيامة، اللهم نجنا من كرب يوم القيامة. اللهم لا تجعلنا من الجزعين يوم الفزع الأكبر يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم الدين، وارزقنا متابعته في الدنيا على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم. وارزقنا شربة هنيئة من يده الشريفة يوم القيامة، لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله الذي رفع بهذا الدين أقواماً ووضع به آخرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، قضى أن العاقبة للمتقين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمةً للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وإيمانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله ربكم وأصلحوا قلوبكم وأعمالكم. يقول جل وعلا: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. معاشر المسلمين، من أراد الهداية بصدق وسعى لها سعيها فسيوفق لها بإذن الله. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومعنا اليوم عباد الله قصةٌ مُلفِتةٌ ومُمتِعةٌ لإسلام صحابيٍّ جليل، شابٍّ ذكيٍّ طموح، يعشق الحقيقة والصدق والوضوح، ويضحي في سبيلها بالمال والأهل والروح. شابٍّ جريئٍ مغامر، ترك أهله وبلده وضياعه، وتنقل بين البلدان، وخدم كبار السن بحثًا عن الهداية والدين الحق. شابٍ ذي عقلٍ راجح، وهمةٍ عالية، وشكيمةٍ قوية، وصبرٍ دؤوب،
إلا أنه عاش أول حياته في بيئة مجوسية وثنية تعبد النار، فقد كان يعيش في منطقة أصبهان من بلاد فارس، وكان أبوه كبير القرية ورئيسها، وكان غنياً مهيباً وذا عز وسلطان، وكان هذا الأب يحب ابنه حباً عظيماً، حتى إنه من شدة حبه له خاف عليه وحبسه في بيته كما تحبس الجارية. فهل عرفتم عباد الله من هو هذا الشاب المغامر الطموح الباحث عن الحقيقة؟ إنه الصحابي الجليل أبو عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الزاهد العابد والورع التقي النقي، ترك الدنيا فاستقبلته الآخرة. قال عنه أهل السير: هو سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي، سابق الفرس إلى الإسلام، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، وكان لبيباً شجاعاً جريئاً من عقلاء الرجال وعبادهم وزهادهم ونبلائهم. يقول الشاب سلمان عن نفسه قبل إسلامه: واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار، أي القيم الحارس لها الذي يوقدها، فلا أتركها تخبو أي تنطفئ ساعة. تصوروا عباد الله، هذا الشاب من بلاد فارس لم يعرف من الدنيا والدين غير عبادة النار، ومع ذلك ففؤاده قلق وحيران. وصدق الله العظيم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. في يوم من الأيام انشغل أبوه عن مزرعته، فأمره أن يذهب إليها ليتفقد أحوالها، فمر هذا الشاب بكنيسة لنصارى فدخل عليهم فأعجبته صلاتهم، وقال: هذا والله خير من الذي نحن عليه من عبادة النار. فما تركهم حتى غربت الشمس، وترك مزرعة أبيه، فسألهم عن أصل دينهم، قالوا: بالشام. فلما عاد قال أبوه: أي بني، أين كنت؟ قال: مررت بأناس يصلون في كنيسة فأعجبني دينهم. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: كلا يا أبي، إنه لخير من ديننا. فخاف عليه أبوه، فجعل قيداً في رجليه ثم حبسه في بيته. قال سلمان: فبعثت إلى النصارى: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم، حتى إذا أرادوا الرجعة إلى بلادهم ألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم هارباً من أبي ودينه. قدم سلمان مع الركب إلى الشام، فسأل عن أفضل أهل الدين فيها، قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني رغبت في دينك وأحببت أن أخدمك وأتعلم منك. قال الأسقف: فادخل. فدخلت معه، فكان رجل سوء وشر، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه شيئا اكتنز لنفسه ولم يعطِ المساكين شيئا، فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع. فلما مات اجتمعوا ليدفنوه، فقلت لهم: إنه رجل سوء وشر. قالوا: وما علمك بذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه المدفون. فاستخرجوا ذهباً وفضةً، فقالوا: والله لا ندفنه أبداً. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا بآخر فجعلوه مكانه، فما رأيت رجلاً أفضل منه ولا أزهد، فأحببته حباً شديداً، فأقمت معه زماناً، ثم حضرته الوفاة، فأوصاني لرجل راهب بالموصل هناك بالعراق، فلحقت به فوجدته خير رجل. ثم أراد الراهب
الذهاب إلى عمورية بالشام، فلحقت به وأخبرته خبري، فقال أقم عندي، فأقمت عند رجل على هدي أصحابه وأمرهم، وكنت قد اكتسبت لي بقرات وغنيمات، فلما نزل به أمر الله عز وجل قال: أي بني، لقد أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، يقصد المدينة المنورة، المدينة النبوية. الله أكبر عباد الله. سينطلق هذا الشاب من عمورية من الشام إلى المدينة المنورة، المدينة النبوية. نعم، ولكن ما هي علامات هذا النبي؟ سأل الراهب. فقال الراهب صاحب عمورية: إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. فمر نفر من التجار، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيماتي؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إياها وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني لرجل من يهود، فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي. وبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من بني قريظة فابتاعني، أي اشتراني منه، فاحتملني معه إلى المدينة، فوالله ما إن رأيتها، أي رأيت المدينة، حتى عرفتها، فأقمت بها، وبعث الله رسوله بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق من نخل لسيدي، كان يتسلق الشجرة ليخرفها لأنه كان يعمل فلاحا، يقول: إذ أقبل ابن عمه فقال: قاتل الله بني قيلة، يعني بهم الأنصار، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة يزعم أنه نبي. فلما سمعتها أخذتني رعدة حتى ظننت أني ساقط على سيدي من أعلى النخلة، فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة على صدري وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. أيها الإخوة والأخوات في الله، لم يزل صحابينا الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يتنقل من المشرق إلى المغرب باحثاً عن الحق وعن نبي هذه الأمة، فما أن سمع بمقدمه إلى المدينة المنورة حتى جمع ما عنده من طعام، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء ليختبره وليستبين ما قاله الراهب صاحب عمورية من أن نبي الله يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة. دخل سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، فقربته إليه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا بسم الله، وأمسك يده فلم يأكل، فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا من طعام، وقد تحول رسول الله إلى المدينة، فقلت: هذه هدية أكرمتك بها. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه، فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جئته وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة وعليه شملتان التحف بهما، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره لأرى الخاتم الذي وصف لي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أني أستثبت عن شيء، فألقى رداءه عن ظهره
فنظرت الخاتم فانكببت عليه أقبله وأبكي وأمسك ظهره، فقال صلى الله عليه وسلم: تحول، أي تعال من الأمام، تحول. فقصصت عليه حديثي ثم أسلمت بين يديه. أيها المؤمنون والمؤمنات، فهل صفى الدهر لسلمان؟ كلا، فلقد كان عبدا رقيقا ليهودي لا يستريح من العناء والعمل والشقاء، حتى إنه فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج للجهاد في بدر وأحد، فأشار عليه رسول الله أن يكاتب سيده حتى يعتق، فكاتب سيده، أي أنفق، اتفق مع سيده على أن يكون حرا إذا أدى له قدرا من المال، فكاتب سيده على 300 نخلة يحييها له، وأربعين أوقية من الذهب. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل الرجل 30 ودية، يعني فسيلة، والرجل 20، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله: اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني احفر لهذه الفسائل، ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي، فجعلنا نقرب له الودي، أي الفسائل، ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي علي المال، فأتي رسول الله بمثل بيضة الدجاج من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدعيت له، فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي، أي المطلوب أكثر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتها فوزنت لهم منها، فوالذي نفس سلمان بيده أوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد من المشاهد. عباد الله، لم يكن سلمان مجاهدا فحسب، بل كان يعرف فنون الحرب، فهو الذي أنقذ الله به المسلمين حين أشار عليهم بحفر الخندق الذي أدهش قريشا وجندها، فكان فارس غزوة الخندق ومهندسها، لذا تخاصم المهاجرون والأنصار في سلمان، كل يريده، فقال المهاجرون: سلمان منا، وقالت الأنصار: بل سلمان منا، فقال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وسلمان الفارسي هو من أنشد قائلا بفخر: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. معاشر الشباب، سلمان الفارسي مدرسة في التضحية والفداء والبحث عن الدين والسعادة، فأين من يتخبطون في الظلم ويتيهون في أوحال الشهوات والشبهات ويتأثرون بأفكار الكفر والإلحاد والانحراف، ولا يعتزون بدينهم ولا بنبيهم، بل يتشبهون بغير المسلمين في عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم وسيء أخلاقهم، أين هم عن أمثال هؤلاء القدوات الأبطال، وهم قد نشأوا بين أبوين مسلمين وفي ديار المسلمين. وصدق الله العظيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فدونكم النور والهداية، وعندكم الكتاب والسنة والسعادة، واحذروا، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عباد الله، سلمان أعطى المسلمين وغيرهم درسا أن التدين ليس مظهرا إنما هو مخبر كذلك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في قصة سلمان تجلى التواضع من المربي الأول محمد صلوات ربي وسلامه عليه،
تجلى التواضع بأحلى وأبهى مناظره، تجلى الحرص والتكاتف والأخوة الإيمانية من الصحابة الكرام بأعلى معانيها. إنما المؤمنون إخوة، فاللهم بصرنا من العمى، واهدنا من الضلالة، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رفع قدر أولي الأقدار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، لما كان سلمان الفارسي على فراش الموت يحتضر، دخل عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، فبكى سلمان، فقال له سعد: ما يبكيك؟ تلقى أصحابك وترد على رسول الله الحوض، وتوفي رسول الله وهو عنك راض. فقال سلمان: ما أبكي جزعا من الموت، ولا خوفا ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فقال: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. فقال له سعد: اعهد إلينا عهداً نأخذ به بعدك. فقال له: اذكر ربك عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت. وقد جمع مال سلمان رضي الله عنه فما تجاوز 14 درهماً. ولما أحس سلمان بقرب أجله ودنوه قال لزوجه: ائتيني بقدح فيه ماء. فنثر المسك فيه ثم أذابه بيده، ثم قال: أنضحيه حولي، فإنه يحضرني خلق من خلق الله عز وجل، يعني الملائكة، فإنه يحضرني خلق من خلق الله يجدون الريح ولا يأكلون الطعام، ثم أغلقي علي الباب وانزلي. قالت: ففعلت، وجلست هنيهة فسمعت هسهسة، أي صوتا خفيفا. قالت: ثم صعدت فإذا هو قد مات وفارق الحياة الدنيا. وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدائن في بغداد 33 رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهكذا أيها الشباب، هكذا عباد الله، وجدنا في سيرة سلمان الفارسي رضي الله عنه كيف خرج من بلاده باحثاً عن الحق والهداية يدفعه إلى ذلك سلطان الفطرة النقية. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رأينا في قلب سلمان الفارسي ماء الصدق والإيمان والإخلاص، رأينا في سيرته الزهد في الدنيا وبيعًا لها بالآخرة. لقد كان سلمان سيدًا غنيًا في قومه، ثم صار عبدًا فقيرًا في سبيل إدراك الغاية التي يستقر عندها قلبه، فلم يتحرر من الرق. الله له المشاهد كلها مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد ذكرتنا سيرته رضي الله عنه غزوة الخندق، ومشورته الثاقبة بحفر الخندق التي أفاد فيها من تجارب قومه الفرس، والتي حالت بفضل الله دون اقتحام أحزاب الشرك للمدينة المنورة، حتى جاء النصر من عند الله عز وجل في ريح اقتلعت الكفر وهزمت أهله. عندئذ وقفنا منصتين أمام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
في سيرة سلمان يتردد في أذهاننا، ونرجو من ربنا تبارك وتعالى أن يستقر ذلك في قلوبنا. تتردد علينا كلمات ربنا في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كما تتردد في أذهاننا كلمات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن سلمان ورفاقه ممن حظوا بهذه المنزلة من الصحب الكرام رضوان الله عليهم. الله الله في أصحابي، لا تؤذوهم ولا تتخذوهم من بعد غرضا، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ والله مد أحدهم ولا نصيفة. في سيرة سلمان رضي الله عنه لآلئ ومرجان تحتاج إلى غواصين من الأمة، أنى لمثلي أن يلتقطها وحده، لكننا نقف عباد الله صامتين أمام قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عن أبي عبد الله سلمان وأرضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أدم علينا نعمة الإسلام، وزدنا من فضلك ورحمتك إيمانا بك وطاعة لك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ووفقهم لطاعتك، وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا جميلا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا البحرين، واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم، وهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأصلح بطانتهم ومستشاريهم، ووفقهم للعمل الرشيد والقول السديد ولما فيه خير البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والزنا والفواحش والزلازل والمحن والفتن وسيء الأسقام والأمراض عن بلدنا البحرين خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين والعالم عامة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواني المستضعفين المظلومين في كل مكان كلهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ بيت المقدس وفلسطين والمسجد الأقصى، واحفظ أهله واحفظ المصلين فيه، واجعله شامخا عزيزا عامرا بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا، وأصلح أعمالنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتب علينا، واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا، واغفر لنا ولموتانا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استو تجلو. استغفر الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك لسريع الحساب وإنه لغفور رحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا. اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد المصطفى المختار. اللهم صل عليه ما زخرت النجوم وتلاحمت الغيوم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.